حليم وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيم وعود. وترنيمتنا اليوم من الترنيمة الخليجية اللي اسمها أنا لحبيبي وحبيبي لي. وفي هالترنيمة بحاول أجاوب على استفسارات وأسئلتكم اللي بسمعها دائما، أو تعليقات، أو حتى ببعض الوقت انتقادات اللي بتهمني أنا كمسيحي بإني مشرك وفي إيماني بعبد ثلاث، لأني بقول آب وابن وروح القدس، لكن إحنا دائما في آخرها بنقول الله الواحد الإله الواحد آمين. المسيحيين بيعبدوا إله واحد في ثلاث أقانيم، يعني في ثلاث حالات، يعني إله في كلمته وروحه فهو واحد. مثل ما أنا بقرأ مثلا في بعض النصوص بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف بقدر أقول لإنسان أنت بتعبد ثلاث، تعبد الله والرحمن والرحيم؟ راح أقول لا، هاي ثلاث أسماء تعني للجلالة، لأنه الله هو رحمن وهو رحيم. وأنا بقول لك برضو أسماء الجلالة عنا إنه هو كلمته المتجسدة وروحه العامل في كل مكان. أنا بشكركم على الأسئلة، وأنا ما بزعل لما حدا بيسأل أو بنتقد، لكن حلو الإنسان ياخد الجواب ويبحث. مش كل شيء بنقال لك صح، أنت خود وابحث. والنقطة الثانية إنه نعم أنا بقول له أبوي السماوي، الله جل جلاله اللي ما في زيه، اللي ما حد بيقرب منه، خالق كل شيء، له كل المجد والسجود والإكرام، وأنا مخلوق محدود. وين الفرق كبير والفرق شاسع جدا، لكن محبة منه ورحمة منه بنعمته بقول له أبوي السماوي. فقبل ما أقول لكم كلمات الترنيمة، الأشياء اللي الآيات اللي أخذت منها الترنيمة هي في نشيد الأنشاد الإصحاح السادس العدد الثالث، يقول أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسني. طبعا الكنيسة وحبيبها يسوع، وإحنا الكنيسة وحبيبنا يسوع، بقول له أنا لحبيبي وحبيبي لي. أيضا في يوحنا، إنجيل يوحنا 14 الإصحاح 14 العدد السادس، بيقول قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ولو أنه هم واحد، لكن يسوع المسيح في تحديد الأدوار عشان نفهم، يسوع المسيح هو الطريق الوحيد إلى الآب، ما في خلاص من غير يسوع. لو بتسمعني أو بتسمعيني اليوم، في طرق كثيرة في العالم بتقولك يا خلاصك بيوصلك بالطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية، والطريق المسيحية الوحيدة اللي هو الطريق نفسه إجا لعنا. فلنا الطريق الحق، لأن الكل بيدور عن الحق، الطريق والحق والحياة. إذا عشت هذه الحياة لك حياة في المسيح، حياة حقيقية، حياة حق، كلامه حق، وهو الطريق الوحيد. كلمات الترنيمة بتقول أنا لحبيبي وحبيبي لي مرضى غير بديل، أنا لحبيبي وحبيبي لي إلهي ما له مثيل. أنا أعبد الله، أنا أعبد الله ويسوع لي الحياة، يسوع هو لي الحياة والحق والسبيل، يعني الطريق والحق والحياة. تتهمني بمشرك وتقول بعبد ثلاثة، وانت ما انت بمدرك الله واحد في حالاته،
بروحها وكلمتها وفي أبوتها، قال لي قدرتها تشفي كل عليل، أنا لحبيبي وحبيبي لي مرضى غير بديل، أنا لحبيبي وحبيبي لي إلهي ما لا مثيل. أصلي له يسمعني وما هو عني بعيد، يغفر لي ويرحمني وخلاصه لي أكيد. أبويا الحنون خالق الكون، يامر كن فيكون، يامر وحده كن فيكون، حتى المستحيل أنا لحبيبي وحبيبي لي مرضى غير بديل، أنا لحبيبي وحبيبي لي إلهي ما لا مثيل. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. حبيبي لي إلهي ما له مثيل، أنا لحبيبي وحبيبي لي مرضى غير بديل، أنا لحبيبي وحبيبي لي إلهي ما له مثيل. أنا عبد الله، أنا عبد الله، أعبد الله، أعبد الله، ويسوع للحياة، يسوع للحياة، يسوع للحياة، والحق والسبيل، والحق والسبيل. انت بمدرك الله واحد في حالاته، تتهمني بمشرك وتقول بعبد ثلاثه، وانت ما انت بمدرك الله واحد في حالاته، بروحه وكلمته وفي ابوته، بروحه وكلمته وفي ابوته. قال لي قدرتها، قال لي قدرتها، قال لي قدرتها تشفي كل عليل، تشفي كل عليل. أنا لحبيبي وحبيبي لي مرضى غير بديل، أنا لحبيبي وحبيبي لي إلهي ما له مثيل. أصلي
بصلي له يسمعني وما هو عني بعيد، يغفر لي ويرحمني وخلاص لي أكيد. أصلي له يسمعني وما هو عني بعيد، يغفر لي ويرحمني وخلاص لي أكيد. أبويا الحنون خالد الكون، أبويا الحنون خالد الكون. يا مر كن فيكون، يا مر كن فيكون، يا مر كن فيكون. حتى المستحيل، حتى المستحيل. أنا اللي حبيبي وحبيبي لي مرضى غير بديل، أنا لي حبيبي وحبيبي لي إلهي ما له مثيل، أنا لي حبيبي وحبيبي لي مرضى غير بديل، أنا لي حبيبي وحبيبي لي إلهي ما له مثيل. أنا عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله. ويسوع للحياة، يسوع للحياة، يسوع لي الحياة والحق والسبيل، والحق والسبيل. يسوع هو الحياة والحق والسبيل. ترنيمة أنا لحبيبي كانت على مقام العجم على درجة الفا أو F major، وبترككم مع تقسيمي على هذا المقام، وبصلي الإله الواحد القدير الذي لا شريك له يكون معكم وسلام ويدوم فيكم دايما. سلام المسيح. ترنيمي وعود